امبارح قالت ان احنا لن نوقع على اي اتفاق ملزم لينا وياخد من حصتنا او ياخد من ميتنا الا بناء على شرط واحد، ان اثيوبيا تاخذ ما لديها من مياه للتنميه بغض النظر عن مصر والسودان. احنا شايفين هذا الامر ازاي؟ وهل هذا الامر ربما يعطل المفاوضات؟ المغالطات الاثيوبيه الدائمه، ولم يكن هذه المفاوضات مرتبطه الا بملء وتشغيل سد النهضه، ولم يعيق احد اي من استفاده اثيوبيا من السد، انما ده حديث كله مروغه وكله عدم مصداقيه في اطار تناول القضايا. وفي الحقيقه يعني هو لا يبشر بوجود اراده سياسيه للتوصل للاتفاق. في بعض التقارير امبارح والدراسات اتكلمت على مخاطر موجوده في السد تتعلق بالانشاء الخاص بالسد وانه غير امن. ما عنديش علم بيها يا استاذ. طيب سيادة الوزير، مرة أخرى نذهب إلى الأمم المتحدة مرة تانية، وربما هناك قضية ليبيا. ليبيا بعض الأطراف بتتكلم على تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام آخر. لا، كان في توافق دولي وكان في حرص لكل الدول اللي شاركت في الفعاليات على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق اللي وضعت في الإطار الحوار المنتدى الحوار الوطني الليبي. والانتخابات كانت في مقدمة الاهتمامات، وخاصة بعد صدور قانون الانتخابات الرئاسية وتوقع أن يصدر مجلس النواب قانون الانتخابات التشريعية. الكل بيقدر أنه وجود حكومة منتخبة تعبر عن إرادة الشعب الليبي هو الخطوة الضرورية الرئيسية لاستعادة ليبيا واستقرارها وتوحيد مؤسساتها والحفاظ على سيادتها. لكن سيادتك شفت انه المجتمع الدولي كله يصر على الانتخابات 24 ديسمبر. ده صحيح. طيب. ده صحيح. شكرا يا استاذ احمد، كتر خيرك. سيادة الوزير، قبل السؤال الاخير قبل ما اختم، لقاء حضرتك مع وزير الخارجية السوري. واللقاء كان اهتمينا ان احنا نلتقي بالوزير حتى نتعرف على الرؤية السورية بالنسبة للأسلوب لحل هذه الأزمة والخروج من الأزمة السورية لتحقيق مصلحة الشعب السوري الشقيق. بشكرك سيد سامح، شكرا وزير الخارجية، كل التحية لحضرتك مرة تانية.